مرحب، والواحد سعيد بعد غياب الفترة الطويلة دي بأنه يلتقي بجمهوره في تشاد، والشكر موصول للفضائية التشادية وللعاملين عليها وللأخت المذيعة في تقديمي لهذه الحلقة، وإن شاء الله نتمنى نقدم لكم شغل جميل وينال رضاكم واستحسانكم إن شاء الله. أستاذ جمال، يعني بعد فترة طويلة وإنت رجعت، يعني بعد 15 سنة انت خايب من انجمينا، وحس حاليا رجعت في العاصمه، يعني لقيت الجمهور كيف والشعب الشادي كيف ولقيت العاصمه كيف؟ في تطور كثير حصل في البلد، وفي تقدم وفي نماء وفي تنميه. الواحد حس ما مجرد ما وصل مطار انجمينا، مجرد ما مر بشوارعها شاف النظافه وشاف التطور وشاف البناء وشاف التقدم، وده كله شيء يعني بمجهود رائع من القائمين على امر الدوله. وصراحه انتشاد اصبحت جميله لدرجه لا توصف يعني. وكذلك الجمهور، انا حسي من جيت لي تقريبا 10-12 يوم طليت عليهم زي مرتين كده، فوجدت القبول والناس متذكره جمال كويس وكده، فده اسعدني كثير يعني. وان شاء الله اتمنى انه اقضي معهم فتره جميله واقدم لهم ما يسعدهم فيها ان شاء الله. حاول استقبالك كان كيف في 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 المطار يعني مع اخوانك الفنانين؟ والله جاني الاخ امير الشباب صديقي من زمان، هو من الناس اللي استقبلني في المطار وجابني وصلني لحد منزل الاستاذ ماوليه، وطبعا نازل معنا سعاد العوني، وحسنا معاهم في المجموعه بتاعتهم وبنقدم شغلنا مع بعض، وإن شاء الله الناس هتسمع الكثير يعني إن شاء الله. هتذكر جمهورك بيعطوا أغنية من أغانيك القديمة أكيد، يعني ما نساك الجمهور. أكيد أكيد. أنا أولا قبل جمهوري أغني لتشاد بعد الغيبة الطويلة دي، أغني أغنية صباح الخير والحرية تشاد يا غالي علي، دي كلمات الشاعر المناضل بشارة تجاني ابن هربة، الشاعر الثوري طبعا مات في الثورة، والغنية دي عملناها في ليبيا أيام الثورة قبل ما تندسها، ودخلنا انجمينا كان غنيناها كأول أغنية وطنية صباح الخير والحرية تشهد يا غالي عليها. نستمع لها من الحاني. مشاهدينا الكرام، نمشي استراحة موسيقية ونسمع الأستاذ جمال من أغنية صباح الخير يا انجمينا. تشاد يا غالي علي، صباح الخير والحرية يا تشاد يا غالي علي. صباح الخير والحرية يا تشاد يا غالي علي، صباح الخير والحرية يا تشاد يا غالي علي. صباح الخير والحرية يا تشاد يا غالي علي، صباح الخير والحرية يا تشاد يا غالي علي.
أستاذ جمال بالأغنية الجميلة يا تشات غالية علينا. أستاذ جمال الأغنية دي أنت غنيتها قبل كم سنة يعني؟ غنيتها قبل 26 سنة قبل إنبست الدسة في تشات في ليبيا. كنت مع انضميت مع الأخوة الناس يوسف وحامد الفنان التشادي المعروف والأستاذ جبة في فرقة يسيب التضامن وانضميت معهم فيها وكنا بنغني مع بعض وتعرفت بعدك على الشاعر المرحوم المناضل بشارة تجاني ابن هربة وداني القصيدة دي وفي قصائد كثيرة ادالي لها يعني. فإن شاء الله ظروف حتى تسمح إنه في لقدام الواحد يقدر يقدمها ومشتهرت بها يعني حاجات كثيرة تعرفت بها. فدي عملناها باعتبار إنه تشاهد لما حتيجي في عهد ديمقراطي حرية وديمقراطية فعملنا الأغنية دي وفعلا جات خشت في عهده وفي وقتها. أستاذ جمال يعني أنتوا التقيتوا مع فرقة التضامن في ليبيا صح؟ ليبيا نعم. يعني أول فرقة شادية أنت اشتغلت معها في نعم ليبيا. دي أول فرقة شادية أنا اشتغلت وانضميت معهم بعد ما الثورة دخلت. هم قالوا لي ما نمشي قدامك وتعال ورانا بثلاثة شهور عشان نكون ضبطنا الوضع وتجي وتقعد معنا هناك. ففعلا استمرت معهم كم سنة يعني؟ لحد ما مشيت من هنا حتى يمكن بعد ما انا عملت فرقه خاصه بي برضو العلاقه مستمرين في جينا جمعنا استمرنا بعض فرقه التضامن وبعد ده كان برضو مشينا بعد ذاك يعني نحن كفرقه الواحد بحاول يعمل مجموعته كده لكن العلاقه بيناتنا اطلاقا ما انقطعت متواصلين وبيتلم في كثير من المناسبات مع بعض ان كانت وطنيه او مناسبه افراح وكده. وليه حس صديقي يوسف حامد قال والله امبارح كنت مقيل معاه في بيته كان عازمنا مش سلمت على اسرته واولاده وهم وابوه واخوه واخته جبه برضه مشيت ليه يعني العلاقه قويه بيناتنا فمستمرين نحن وبعدين همنا واحد انه نقدم فن جميل وكده انا اغني معاه وهم يغنوا معاي فكان شيء جميل. استاذ جمال اكيد يعني بعد ما كونت انضميت مع فرقه التضامن اكيد انت كون فرقه براك صح؟ كونت فرقه براي واسمها انا صابر وبالمناسبة هغني لكم أغنية صابر اللي هي باسم فرقتي اللي كان كونتها أغنية أنا صابر دي كانت في سنة كم فرقة دي 94 أنا صابر 94 تكونت قبل الكونفرنس ناسيونال تقريبا أيوه كونفرنس ناسيونال مؤتمر 94 فالكونغري فعملت فرقة أنا صابر دي وحتى الأغنية دي أنا اشتهرت بيها دي أغنية بتاعتي خاصة كلمات والحان أستاذنا الراحل ابن بورسودان الفنان إدريس اللامير فهو من الأغنيات اللي أداني لها فأنا أغني لكم أنا صابر إن شاء الله. وبعد ما عملت فرقة أنا صابر يعني هل في فنانين شادين انضموا معك في هذه الفرقة؟ في حسن كريك أيوه حسن كريك ده أنا اكتشفته بالمناسبة وكان رجل تياتر اكتشفته ودخلته معي في الوسط الفني وغنى معي وكمان الشيء الجميل لأول مرة هو لما بدأ يغني ما غنى في التشاهد غنى معي في الكاميرون سكت معي حفلة في الكاميرون أول حفلة له اشتغل معي في الكاميرون وبعد ذلك جابه يغني في التشاهد واشتهر كريك كمان عمل فرقة يعني براه كده فشي جميل الناس لما تتطور وتتقدم وتقعد تعمل فرق دي كلها منافسة جميلة في مصلحة الفن يعني. طيب نسمع أنا صابر إن شاء الله دايما مع الأستاذ جمال بورسودان ويسمينا من أغاني الذكريات اللي خلى علينا قبل 15 سنة يعني فنسمع من الأغاني القديمة إن شاء الله لأستاذ جمال ونرجع أنا صابر. I'm
صابر فوق الصبر وانت عارف الصبر زي الجمر وانا أستاذ جمال. أنا صابر فوق الصبر أكيد يعني أغنية قديمة وأكيد أتذكرتها وجميلة كمان أتذكرت الجمهور يعني أخذت لها يعني وضع كده في قلب المستمع التشادي أي شخص كان بيحبها يعني الصبر شيء جميل إن شاء الله بعد ما أكيد صبرنا ولقيناك تاني إن شاء الله وجدت تقدم لنا أكثر أستاذ جمال يعني الوسط الفني الشادي يعني حاليا جيت لقيته كيف حال في فرق بين حس حاليا وزمان؟ والله الفرق يمكن يكون بس في الغنى. أول حاجة شكل اللون تغير دي واحدة. والشيء الثاني الملاحظ له يعني حس إن إحنا اشتهرنا بغنانا الخاص. أنا حس غايب لي 15 سنة. فالناس كله يقول لك حبيبي أنا صابر يعني غناء اللي بيذكره. فده شيء جميل يعني أنت لما تمشي تتخلي لك بصمة إنه الناس تذكرك بيها تخلي غنى. حتى الغنى وطني غنى ثوري غنى عاطفي يكون غنى بتاعك انت حقك انت بامكانياتك تفرضه على المستمع وعلى الجمهور يستمع له يتذوقه يحبه يردده فدي مهمه الفنان مش انك تغني غنى الفنانين التانيين وبس وكده لا انك انت تصنع حقك وتنتج غناك فده اللي حصه لكن معظم الاصوات جميله كان في ندره زمان انما حاليا كمية الأصوات الجميلة كثيرة والأجهزة الموسيقية تطورت إلى مستوى عالي جدا يعني يمكن في زماننا كان نحن دخلنا الديناك المونتاربو 1959 دلوقتي في أجهزة حديثة في الديناكورت في سماعات في أورغانات جميلة في أصوات ممتازة آلات أصوات ممتازة فده كله بيخلي بكانية الفنان تطلع زي ما هي عشان كده مفروض منهم يحاول يعمل غنى بتاعهم عشان يخلدوا اسمهم به نعم والأغاني الحديثة حسها حاليا يعني زمان يعني الناس بتقلد الأغاني التراثية الجميلة أيوة صح فحس حاليا في الحفلات يعني أنت من ما جيت أكيد ما اشتغلت حفلة صح؟ اشتغلتها والفرق كان كيف يعني من مع الجمهور واستقبال الفنان إنه يغني طبعا كل زمن أو فترة بيكون في جيل عنده رؤى خاصة وعنده حاجاته هو في زمنه يعني احنا من جن مثلا الانترنت ده لما بدأ احنا خدناه لكن الشباب الاصغر مننا ديل في الانترنت الواحد يكون حكاية حيرك فكل جيل بيجي ناس بتاخد الحاجة وبتمشي لها قدام فهم يعني من ناحية الفنية يرجى منهم عندهم مستقبل بس يهتموا بالحتة بتاعت انه يخلدوا يعملوا حاجة بتاعتهم عشان لما نمشي يجي يغيب غيبة طويلة زي دي الناس ما تنساه تفتكروا على طول تذكروا حاولتك وجمهورك في الحفلة يعني أول ما جيت وقابل جمهورك حاولت أذكرهم الغنى القديم يعني؟ انسجموا حتى كانوا أطفال أصبحوا شباب انسجموا جدا مع الغنى لأنه سمعوا زمان وحبوا والكبار أعد لهم ذكريات جميلة فهذا شيء جميل يعني فمن الذكريات الجميلة نديك حبيبي أنا دي طبعا اشتهرت بيها يمكن شهرة كبيرة هنا فأنا سمعكم حبيبي أنا هجرني سنة كلمات والحانة زكريا أبكر مشاهدينا الكرام نمشي فاصل مع الأستاذ جمال حبيبي أنا طبعا أكيد هنتذكره وقاعد يعني الفنان جمال يتذكرنا بالأغاني من كلماته وألحانه إن شاء الله ونسمع حبيبي أنا ونرجع حبيبي انا ليه
عجبني حريره منديله الابيض عجبني حريره وانا برجع اكلام انت رجع حبيبي انا هجرني سنه هجرني سنه حبيبي انا حبيبي أنا هجرني سنة هجرني سنة حبيبي أنا ليلي الأغنية الجميلة والكلمات السامحة إن شاء الله. الله يبارك فيك. فعلا من الأغنيات الجميلة يعني. أيوة أكيد صح. وغنيتها كمان في الحفلات كتير يعني. كتير جدا. أصبح الناس ترددة حقيقة. الناس بعد ترددة تغنيها باستمرار. أيوة. أخذت مكانة كده في. بس يا أستاذ جمال يعني بعد ما أنت غبت من جمينا يعني ما سمينا إنه أنا كفنان يقلد من أغانيك ولا هل أنت ما أديت فرصة لفنان إنه يغني أغاني؟ لا أبدا والله أنا يعني ما بعترض في إنه زول يغني غناي بس يغنيه كويس. نعم. أنا أتذكر في القاهرة اتصل علي تلفونيا فرج الحلواني الفنان قال لي جمال أنا في القاهرة أقدر أسلم عليك سمحت بيك أنت من جيل الزمان وعايز أتعرف بيك وكده. الوقت ده انا كنت في شرم الشيخ شغال حفلات هناك فقلت له يا اخي انا في شرم الشيخ وان شاء الله لو جيت نتلاقى فما تلاقينا فقام هو قال لي يا اخي انا بغني اغنيه انا صابر وكده وبتاع من اغنيه قلت له يا اخي جميل ما في مشكله ما يمنع وليه طالما اساس انت عجبتك وغني الناس بتحبها ما تختفي فما ما 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 بمنع شخص كريك ده غنى لي حاجات كثيره حسن كريك كان ولدك وانت تربطت غنى لي حاجات كثيره وانا كنت سامح لي غنى اي حاجه وبعدين ما بعترض انه الناس ما تغني غنى فشي طبيعي يعني سمينا انه في القاهره في مصر ان كنت رئيس مكتب الفنانين السودانيين رئيس نشاطاتكم كانت كيف هناك ومتين يعني الحاجه دي بجد والله اتحاد الفنانين السوداني تكون قبل 3 سنين وانا الرئيس بتاعه ومقرنا في دار السودان هناك وبنعمل بروفات وشغلنا كله والاحتفالات بنشارك فيها وكده وحتى غير الاحتفالات السودانية برضو الاحتفالات لبعض السفارات والأصدقاء أصدقاء السودان فبنعمل لهم حاجات برضو بنقدمها لهم وكده فأنا حتى هناك يعني حتى الناس يقول لك جمال رئيس الفنانين السودانيين وتشاهدين يقول لك كمان جمال ده رئيس الفنانين هنا ده عندنا لأنه كل المناسبات تشاهدين بشارك فيها وكده يعني معاملتك مع الجالية الشادية في مصر وفي السفارة باستمرار يعني أنا من مجرد من السفير لحد أقل واحد في السفارة أيوة. بيعرفوني يعني بمشي لهم باستمرار بتونس معهم بسجل زيارة لهم نعم. كل ما يجي سفير جديد بمشي بتعرف بيهم بلقاه بيعرفني يعني أيوة.
فمتواصل معهم باستمرار يعني. نعم. الجالية ذاته متواصل معه. اتحاد الطلبة التشاهدية مواصل معهم. نعم. حتى كانت كبرى رئيس اتحاد الطلبة التشاهدية حتى خلصت. نعم. الجامعة. نعم. ورجعت لجميعنا كان. نعم. هي برضو بتدعيني دائما في مناسبة اتحاد الطلبة التشاهدية. نعم. فكنت بقدم لهم شغل دائما. يعني انت بقيت في نفس الوقت بقيت رئيس اثنين يعني نادي الفنانين الشاهدين ولا السودانيين في مصر حتى الشاهدين يقول لي جمال انت ما غايب عني 15 سنة يعني جميعنا هناك لكن مواصل معنا هنا. كويس استاذ جمال تسمينا شنو يعني والله اسمي اغنيه برضه بحب لها شيء تشاهدين هويته حبيته زي عيني. ايوه كلمات نور الدين خالد ولحن الدكتور الموسيقار عبد المجيد خليفه. نعم مشاهدينا نمشي فاصل مع جمال الاستاذ جمال ونرجع. الفقراء
هويته حبيته زي عيني هويته حبيته زي عيني أستاذ جمال. طبعا أغنيات سمحة وجميلة وكلمات سمحة يعني ذكرتنا أيام طفولتنا يعني حقيقة والله حقيقة وأنت قاعد هنا أنا صغار كده قاعدين صح 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 فعلا 15 سنة فترة ما سهلة فترة ما سهلة العمر 7 سنين دلوقتي حسي عنده 22 سنة أكيد أيوة أستاذ جمال طبعا يعني نختم بآخر أغنية وأكيد يعني دايرين نسمع منك كلمتك الأخيرة عن أنا الشعب الشادي الجمهور الأغوانق الفنانين الممثلين الشعراء والله حقيقة الواحد افتقد في الفترة دي افتقد الشعب الشادي نعم وحس ان رجل كان في حاجه منه كده ناقصه فاقده ايوه وحس بحضوري اكتمل التقائي بهم وانا سعيد جدا عملت اغنيه بعد ما الثوره خشيت لما جاء السيد الرئيس ابقى خطابه ده قال انا ما جيتكم بذهب وفضه أيوة. انا جيتكم بحريه ديمقراطيه نعم طوالا عملت أغنية MPS جابت حرية ثورة قوية ديمقراطية كويس فأنا غنيها لكم كلماتي والحاني أكيد صح يعني كلمتك الأخيرة خلاص كلمتي الأخيرة إن شاء الله شكر مجزول لكل الإخوة في العاملين في الجهاز القومي نعم الفضائية التشادية وكذلك للاستقبال والحفاوة اللي قابلوني بها وبرضو كذلك شكر موصول للشعب الشادي في الحفلتين الاثنين اللي غنيت فيهم دوت قبولهم وحضورهم لي وكده فان شاء الله اوعدهم بانه اقدم لهم حاجات جميله وفتره جميله ويستمتعوا باغنيات جميله واغنيات جديده على فكره جاي برضو عنده اغنيات جديده ان شاء الله حيسمعها ان شاء الله وان شاء الله نلتقي في برامج اخرى ان شاء الله مشاهدينا الكرام أكيد نختم بآخر أغنية من الفنان جمال بورسودان ومشاهدينا يعني أكيد تابعتم واستمتعتم بأغاني الأستاذ جمال بورسودان وإن شاء الله يعني تكون لكم يعني يقدم لكم الكثير من أغاني الجديدة والقديمة إن شاء الله ونشكرك أستاذ جمال ونشكر الفرقة الموسيقية إن شاء الله ومشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي معكم في حلقة خادمة من برنامجكم مسرح الفنون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتشادي غالي علي صباح الخير والحرية يتشادي غالي علي صباح الخير والحرية يتشاد يا غالي علي صباح الخير والحرية يتشاد يا غالي علي صباح الخير والحرية يتشاد يا غالي علي صباح الخير والحرية يتشاد
الشروق.